شلون يعني؟ ترى ما خليتيني أكمل تسوي سنابات. بطني 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 يدغدغ، والله يدغدغ يا بنت، شو التحرشات هذه؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. شو يعني بحذافيرها؟ يعني كأن نعم الدنيا تجمعت عنده بزواياها كلها. بس لو استشعرنا الأمر هذا، الحمد لله من كثر النعم اللي عندنا نكاد أن نفقد الإحساس بالخوف من زوالها أصلا. يعني الحمد لله ما قد قلت والله أخاف أني وأنا نايم يغتالني واحد، ولا أخاف أني وأنا نايم يجيني طلق النار هذاك اللي يهدم بيتي. الحمد لله من النعمة ناسين ناسين. صحيح اليوم 11 وليس 10، لكن أنا قلت بختبركم بشوفوا تمركزين ولا لا. الصراحة بعضكم مشت عليه ما كان يدري، والبعض مركز قال لا ترى اليوم 11 مباشر. والصراحة شكر خاص للي ذكرون، والله بيض الله وجيكم. يجي يقول عبد الرحمن ما صورت سنابات، صور لا تنسى التحدي. بعضهم إذا تأخرت يتحمس ويجينا على الانستغرام، ولا يجيني على مدري وين يجيني يرمي كذا على البيت. لا أمزح، يعني تحمسون البعض مرة، فالله يجزاكم خير وشكرا، وحاسب مشاعركم الطيبة هذه وترى تحمسني. وبإذن الله أنا بفوز في التحدي، سواء فارس يكمل معنا ولا ما يكمل، حنا إن شاء الله مكملين 50 يوم. شكرا. معقول وينهم؟ ليش ما جوا للحين؟ صاروا مهم فيه أصلا، وأنا جاي من بعيد ومتعني لهم، وأخي شي صاروا مهم فيه. فالصراحة أصحاب الاسطبل هذا أنا بسوي فيهم حركة. شوفوا يا جماعة المهرة الطيبة ما شاء الله، مو بمهرة معليش، الفرس الطيبة هذه أنا ببيعها دام أصحاب الاسطبل مهم فيه، تراهم بعيدين بعيدين، يمدينا إن شاء الله. يجي في الخاص نتفاهم أنا وياه ونبيع ونعطيه إياه ويمشي وخليه. أنا جاي أبغى أقابلهم آخر شيء مهم فيه. يلا يا جماعة لا يتأخر الشراي، لا يتأخر، على طول يدخل عليه في الخاص ويعطيني السومة ونتفق أنا وياه وابد يجيب الذا ويحمل. لا والله هنا في دينا يا جماعة، كانك تعرف تسوق، خذ الدينا مع الفرس ورح.